السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد نادي، أهلا بكم في قناة Learn English with Nate. أنت دلوقتي بتتفرج على سلسلة English Capsules. سلسلة English Capsules هي عبارة عن سلسلة مستمرة بناخدها مع بعض بالإنجلش عشان نعمل بيها ريفرش الإنجلش اللي عندنا. حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون عن أمثال عامية باللغة الإنجليزية. قبل ما نروح للحلقة بتاعتنا، لو أنت أول مرة تشوفنا معنى كده إنك مش مشترك في القناة، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، ولو أنت أوريدي مشترك اتأكد إنك تفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير. يلا بينا على الفيديو. اهلا بكم مره ثانيه. اول proverb معانا اللي هو من شاب على شيء شاب عليه، وده بنقوله بالانجلش old habits die hard. old habits die hard. old habits اللي هي العادات القديمه die hard بتموت بصعوبه. old habits die hard. تاني proverb معانا اللي هو المرء على دين خليله، وده بنقوله بالانجلش as a man is so is his company. as a man is so is his company. as a man is يعني زي ما الشخص ما بيتصرف او صفاته بتكون، so is his company اصحابه هيكونوا كده. البروفيرب اللي معانا دلوقتي اللي هو في العجله الندامه، وده بنقوله بالانجلش haste makes waste. haste makes waste. haste اللي هي السرعه، makes waste بيضيع حاجات، يعني haste makes waste. دلوقتي معانا بروفيرب من حفر حفره لاخيه، من حفر حفره لاخيه وقع فيها، وده بنقوله بالانجلش the arrow often hits the shooter. The arrow اللي هو السهم often hits the shooter، دايما او غالبا بيجي في اللي بيشوتر، اللي هو كلمة shoot يعني يطلق النار. shooter اللي هو الشخص اللي بيطلق النار. The arrow often hits the shooter اللي هو من حفر حفرة لأخيه. عندنا expression دلوقتي اللي هو معناه امسك الخشب، وده بنقوله بالانجلش زي العربي عادي جدا touch wood. touch wood. الproverb اللي معانا دلوقتي اللي هو خير البر عاجله، وده بنقوله بالانجلش the sooner the better. the sooner the better. اخر بروفيرب معانا في حلقه النهارده اللي هو الراجل مربوط من كلمته، يعني لما حد يقول حاجه لازم ينفذها، وده بنقوله بالانجلش a man is known by his talk. a man is known by his talk. a man is known by his talk. الراجل معروف بكلمته. a man is known by his talk. ودي اخر حلقه النهارده، اتمنى تكون الحلقه اضافت معلومه جديده. اخيرا لو انت اول مره تشوفنا معنا كده انك مش مشترك في القناه، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس. لو انت اوريدي مشترك اتاكد انك مفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير. اشوفكم في حلقه جديده.